طب يلا بينا يا جماعه نشرح مع بعض. احنا عايزين نعرف في الاول هو انا عندي ايه في الليبد اللي هو انا هبدا بشرحه دلوقتي. اول حاجه في حاجه انا هعملها في الاول قبل ما ابدا اشرح الليبد، انا هعرفك ايه انواع الدهون، لان هو مثلا بنشتغل ميتابوليزم الليبد وانا مش عارف مين الليبد اساسا. هعرفك حاجه اسمها الترايجلسترايد والفوسفوليبيد والكوليسترول والكلام ده كله. بعدين نبدا اول حاجه اللي اسمها كده الدايجيشن والابزوربشن، اللي هو هضم زائد امتصاص الدهن. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى هنبدا بقى عمليات تكسير الدهون اثناء الصيام، او ايه العمليات اللي بتحصل على الدهون اثناء الصيام. لان انا هقول لك دلوقتي انت الدهن بعد ما هضمته وامتصيته خزنته بمخزن في حاجه اسمها النسيج الدهني. فهبدا بعد كده اشرح طب لما تصوم ايه العمليات اللي هتحصل على الليبيد. هتلاقيني بقول لك ان اول عمليه بتحصل على الليبيد اسمها لايبوليسيس، تكسير الدهون اللي هي تحليل الدهون. لما هعمل عمليه لايبوليسيس للليبيد هيطلع حاجه اسمها فاتي اسيد، اللي هي احماض ايه؟ احماض دهنيه. خلاص الاحماض الدهنيه هناخد لها درس اسمه بيتا اوكسيديشن. لا ما خدناهمش، احنا قلنا كلمه عنه بس، بيتا اوكسيديشن. فالاحماض الدهنيه لما اعمل لها بيتا اوكسيديشن بتديني حاجه اسمها اسيتايل كو اي. الاسيتايل كو اي قدامه ان يدخل كريبس، صح؟ او قدامه ان يدخل في درس اسمه كيتوجينيسيس، صناعه الكيتون بادي. كيتوجينيسيس، الكيتوجينيسيس دي انا صنعتها كده من مين؟ من الاسيتايل كو اي، عشان تروح على مين؟ تروح على المخ، يروح يكسر الكيتون بادي في عملية اسمها كيتوليسيس، يطلع منها مين؟ أسيتايل كو اي، عشان يدخلها فين؟ في كريبس. حد قال لي طب انت ليه التحويلة دي كلها؟ لأن الفاتي أسيد ما بتروحش المخ، البلاد برين بارير بيمنع دخول المخ في البري، الفاتي أسيد للبري كده. المهم يعني دروس الليبت كده اللي عندنا، عندنا هضم وامتصاص، عندنا لايبوليسيس، عندنا بيتا أوكسيديشن، عندنا كيتوجينيسيس وكيتوليسيس، هم دول الأساسيين يعني. بعدين يبقى نشوف ايه اللي ممكن يكون بعديه في المحاضره الثالثه ولا حاجه. تعالى نبدا بقى، ماشي ماشي اديها واحده وانا هخش لك كده. هنبدا بقى نشرحهم حاجه حاجه ونشوف بقى عمليه الهضم وعمليه الامتصاص والكلام ده كله. اصلا امسكهم بقى واحده واحده. خلاص خلاص كده. بص يا جماعه، قبل ما اتكلم على هضم الدهون فانا لازم اتذكر بقى هما مين الدهون، عشان يبقى الموضوع ملموم معايا. جالك ايه؟ الليبيد عائلات. هناخد عيله اسمها عيله التراي جلسترايد، اللي هي جلسترول وراكب عليه ثلاثه فاتي اسيد. ده اشهر دهن، اشهر دهن، اللي ده بيكون مخزن في الاديبوز تيشو. يبقى ده اول مثال للدهون. هناخد عيلة تانية يا جماعة اسمها عيلة الفوسفوليبيد، اللي هي عبارة عن جليسترول راكب عليه فاتي أسيد، فاتي أسيد فوسفات وحاجة تانية هنا، كان ممكن يبقى راكب كولين ويعمل لنا حاجة اسمها ليسيسيل وكفر والكلام ده كله. خلاص يبقى عيلة اسمها مين؟ فوسفوليبيد. بعدين في عيلة تالتة باسمها كوليستيرول إستر، اللي هو عبارة عن مين بقى؟ عبارة عن كوليسترول وراكب عليه فاتي أسيد. يعني انا بجيت فاهم الموضوع ده. وما تنساش حاجه مهمه بقى، ان الدهون يا جماعه مش عمال اقول لك جليسترول فاتي اسيد جليسترول فاتي اسيد، يبقى الدهون عباره عن مين يا جماعه؟ استر. وصلت؟ يبقى اللي انا عايز افهمه كده ان الليبيد عباره عن استر، وفي منهم عائلات، عيله الترايجلسترايد، عيله الفوسفوليبيد، عيله مين؟ الكوليسترول استر. فانا دلوقتي هبدا بقى اعمل ميتابوليزم للليبيد، اعمل لهم دايجيشن هضم. فاكيد الانزيمات اللي هتستخدم بتكون بتكسر مين؟ الاستر، عشان كده بيسموهم لايبيزس. هبدا اشرح لك انواع مين؟ اللايبيز. بس لازم تبقى عارف بقى معلومه مهمه جدا، الدهن ده كله انواعه قبل ان يهضم لازم تحصل له حاجه اسمها كده ايمالسيفيكيشن. بالعربي ايمالسيفيكيشن يعني بحوله لمستحلب دهني، ادخل الميه في وسطيه. اللي بيعمل لي عمليه الايمالسيفيكيشن حاجه اسمها البايل سولت، الاملاح بتاعت المرافق. خلاص بتعمل لي عمليه اسمها مين؟ ايمالسيفيكيشن، عشان الميه تدخل في وسط مين؟ في وسط الدهون، عشان نقدر الانزيمات الهضميه تعمل لها مين؟
فككها، لان الدهن كده وهو قاعد زي ما هو الانزيمات مالها مش هتعرف تخش وسطين. خلاص ماشي، خد راحتك، خد بالك استخدم الانزيمات. تمام خلاص يا سلام. الدقيقة واحدة، الدقيقة واحدة عشان نبدأ نشوف بقى أنواع مين. اللايبس الإستر اللي هو عبارة عن كحول وحمض، كحول وحمض، دي اسمها إستر. دي مش استركشرات برضه، بس الناس متوقعة ده استركشر، مش مقالب استركشر، وده مش استركشر ده كده يعني. خلاص طيب تعال نشوف بقى مين الإنزيمات بتاعته. انا قلت لك كده، وصلت لك لحقيقه علميه، بتقول لك ان الدهون عباره عن مين؟ استرات، صح؟ فاكيد بما انها استرات فاكيد الانزيمات اللي هتضيفها اسمها استريز او لايبيز. يبقى الانزيم اللي هيعمل هضم للدهون اسمه كده استريز لايبيز، او يساوي مين؟ استريز. فاللي انا عايز اعرفه بقى انواع الاستريز. عندي ثلاث انواع من الاستريز او لايبيز. زمان لما كان بيجي اسئله مقاليه كان بيقول لي اشرح انواع اللايبيز، لكن دلوقتي ما فيش مقالب فبنعرفه في الاسئله الاختياريه. في نوع من اللايبيز يا جماعه اسمه كده دايجستيف لايبيز، في نوع اسمه كده بلازما لايبو بروتين لايبيز، في نوع ثالث اسمه لايبوليتيك انزيم، او بيسموه انترا سيلولار لايبيز. تعال بقى نفهمهم واحده واحده. طبعا العيله الاولى بتاعت الدايجيشن كلها بتحكي دول. الدايجستيف لايبيز هي مجموعه من الانزيمات بتعمل في الجي اي تي. يبقى اول معلومه عايزك تعرفهم ان دول شغلهم فين يا جماعه؟ في الجي اي تي. دي معلومه رقم واحد. نمره اثنين، هيشتغلوا امتى؟ افتر مين؟ بعد الاكل. على الدهن اللي انا واكله يبقى دول شغلهم افتر مين؟ بعد الاكل. طب ايه المعلومه بعد كده اللي انا عايز اعرفها؟ ان يا جماعه دول ندرس منهم عائلات بقى. ايه هما بقى؟ بص، لينجوال لايبيز ده في الفم، خلاص، جاستريك لايبيز ده في المعده، بنكرياتيك لايبيز ده في الامعاء الدقيقه مش في البنكرياس الكبير بس هو طالع من البنكرياس، بنكرياتيك لايبيز وكوليسترول استريز. يبقى هو خلف يعني بيسموه بنكرياتيك لايبيز هو عشان هو طالع من البنكرياس، لكن بيشتغل فين؟ في الامعاء. مش البنكرياس بيصنف في الاثنى عشر؟ مش دارسين المفروض الكلام ده؟ طيب في حاجه اسمها لينجوال لايبيز، بعدين حاجه اسمها مين؟ جاستريك لايبيز، وكل واحد عليه كلمتين يعني. في واحد اسمه بنكرياتيك لايبيز، وواحد اسمه فوسفو لايبيز. هو اتسمى فوسفو لايبيز عشان بيشتغل على الفوسفو ليبيد وطالع من البنكرياس برضه، خلاص؟ يعني هو البنكرياتيك لايبيز ده بيشتغل على الترايجلسترايد من قبل ما ناخده يعني، وطالع من البنكرياس، والفوسفو لايبيز شغال على مين؟ على الفوسفو ليبيد اللي لسه كلمت لك من شويه دي اللي اخت الترايجلسترايد. واحد اسمه كده كوليسترول استريز، شغال على مين يا جماعه؟ كوليسترول اللي استعمله لكم شويه. العيله دي كلها بتشتغل في الجي اي تي بعد الاكل. طب العيله الثانيه اللي اسمها بلازما لايبروتين لايبيز، مين اسمها؟ شغاله فين؟ في الدم، في البلازما. خلاص صار كده؟ طيب العيله دي برضو بتشتغل افتر ميل، مش محتاج اقول ان هي في البلازما، باين اهي، مش محتاج اقول في الجي اي تي، دي في البلازما. طب بتشتغل على مين؟ اقول لك انا بقى، الدهن بعد ما بناكله تمام؟ في شيلات بتشيله وتنقله في الدم. بتنقله منين؟ المفروض الدهن بينقل من القناة الهضمية إلى النسيج الدهني، ففي شيال شايله. الشيال اللي شايله جه جنب النسيج الدهني، عايز حد يفتحه عشان يطلع الدهن يدخل جوه النسيج الدهني. اللي بيفتح الشيال هم دول. يبقى البلازما لايبوبروتين لايبيز بيشتغلوا على حاجة اسمها لايبوبروتين، سمعنا عنه قبل كده، اسمهم الليبيد كارير. يبقى الجماعه دول اللي هو اللايبروتين لايبيز اكت اون ليبيد كارير. كنا خدنا اثنين مشهورين هناخدهم النهارده، حاجه اسمها الكايلومايكرون وحاجه اسمها الفي ال دي ال. اشهر اثنين من شيلات الدهن الكايلومايكرون والفي ال دي ال، ونشوف طالعين منين. يبقى الراجل ده بيشتغل على الكايلومايكرون. ايه اللي مش عارفه؟ فيري لو دينس لايبروتين، كانوا اخر حاجه في الليبيدات يعني. المهم يعني كانوا مايكرومين وفي ال دي ال. طب برضه ما انت ما قلتليش الانزيم ده فين؟ هو صراحه مش في البلازما، امال فين؟ البلاد فيسل، ده البلاد فيسل. الاندوثيليوم بتاعت البلاد فيسل الطبقه بتاعتها هنا متعلق فيها هو كده،
يبقى الانزيم ده بريزنت في البلاد فيسل بتاعت كل اعضاء الجسم خلاص كده ما عدا الليفر. ده مش موجود في الليفر. يبقى ده موجود في الاندوثيليوم اوف اول بلاد ليفل اكسبت الليفر، مش موجود في الليفر. بيكون متعلق هنا في علاجات. يبقى العلاجه دي جواها انزيم اسمه مين؟ بلازما لايبوبروتين لايبيز. بيعمل الانزيم ده بيبقى فيه شيال دهن ماشي في الدم، طالع يعمل ايه؟ يفتحه ويطلع منه دهن عشان يروح نسيج الدهن. واصله دي كده؟ طيب العيله الثالثه اللي اسمها اللايبوليتيك انزايم او الانتراسيلولار لايبيز موجوده فين؟ بداخل النسيج الدهني اللي احنا بنسميه مين يا جماعه؟ الاديبوز تيشو. العيله دي بتشتغل على الترايجلسرايد اللي هو الدهن المخزن. امتى؟ اثناء الصيام. يبقى العيله دي بتشتغل ديورنج فاستنج. بتعمل عمليه يا جماعه اسمها عمليه مين؟ اللايبوليسيس. فاكر انا قلت لك بقى اثناء الصيام في عمليه اسمها اللايبوليسيس؟ اللي بيعملها العيله دي اللي اسمها اللايبوليتيك انزايم او الانتراسيلولار لايبيز. اثناء عمليه مين؟ اللايبوليسيس اللي بتحصل فين دي بقى؟ في النسيج الدهني. وصلت كده؟ اللي هي كانت خلاصتها يطلع من الدهون مين؟ فاتي اسيد. وصلت؟ العيله دي بقى فيها ثلاث انزيمات. ايه هما بقى الثلاث انزيمات؟ هو انا عندي الجليسترول اللي راكب عليه ده فاتي اسيد اهو، صح؟ ده اسمه مين ده؟ ترايجلسترول. اول انزيم منهم اسمه تراي اسايل جليسترول لايبيز. هو اللي هو بيشتغل على ترايجلسترول. يبقى اول واحد من العيله دي بيسموه كده تاج. تاج لايبيز. تاج اختصار مين؟ تراي اسايل جليسترول لايبيز. ده اول واحد. ليه اسم ثاني بقى؟ اسمه هرمون سنسيف لايبيز. ده هشوفه في عمليه اللايبوليسيس. يبقى الراجل ده ليه اسمين، تراي اسايل جليسترول لايبيز او اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز. اصل الراجل ده بيحس بكل الهرمونات الا الانسولين. ما اكيد انا اثناء الصيام الهرمونات بتفرز عشان تحفز تكسير الدهن، فالانزيم ده بيحس بالهرمونات كلها ما عدا مين؟ ما عدا الانسولين. لان اكيد انا مش هعمل الكلام ده انا عمال اقول لك وجود الانسولين اثناء الصيام. يبقى اول واحد اسمه تراي اسايل جليسترول لايبيز او ليه اسم ثاني هرمون سنسيف لايبيز. طيب الراجل ده لما بيشتغل بيدينا كده جليسترول راكب عليه كام فاتي اسيد؟ اثنين. يشتغل عليه ثاني انزيم اسمه داي اسايل جليسترول لايبيز بيسموه الداج لايبيز. هنا اهو داي اسايل جليسترول مين؟ لايبيز. يديني واحده ليه فاتي اسيد، يشتغل واحد اسمه ماج. ماج لايبيز مونو اسايل جليسترول لايبيز. عادي يعني هي تاج وداج وبيجو كده خلاص ما فيهمش اي مشكله. خلاص يبقى انا عرفت كده ان في تاج لايبيز وداج لايبيز وماج لايبيز. خلاصه عملهم هيكون عندك جليسترول وكام فاتي اسيد؟ ثلاثه. والعمليه بتحصل اثناء ايه؟ الصيام. احنا بقى هنشرح ايه دلوقتي في الجزء الاول؟ في الجزء الاول بنشرح دول وبنشرح دول، ودول بقى بدايه من عمليه مين؟ اللايبوليسيس. يعني دول درس ثاني، دول هم اسمهم لايبوليسيس، دي كانت شرحتها في المحاضره الثانيه. خلاص فتعالى احنا بقى واحده واحده نبدا العيله الاولى اللي هي عيله مين بقى؟ الدايجستيف لايبيز. خدناه يا جماعه فاكرين الهرمون سيسلا بيز اللي هو كان الانزيم النشط في الصوره الفوسفو في غياب الانسولين، صح؟ في الريجليشن، صح الكلام. تعالى بقى نبدا نمسكهم واحد واحد عشان نفهمهم كويس ونشوف بقى كل الافكار اللي فيهم او افكار الاسئله اللي انا عايز اعملها. انا هظبطهم برضه بظبط انا على السبوره مش يبقى تذكر مني او طريقه. خلاص تعالى بقى نبدا نمسكهم عيله عيله. هو كل واحد فيه كلمتين ونص يعني من العيله اللي جايه اللي احنا نبدا نمسكهم واحده واحده وهتلاقي الموضوع بسيط. اول انزيم يا جماعه اللي موجود فين؟ في الماوس. اسمه مين؟ لينجوال. لينجوال لايبيز. انتهى بدون كلام بس. يبقى الماوس الدايجيشن اوف ليبل باي لينجوال لايبيز وخلاص. وصلنا كده؟ تمام. هو مفيش كلام ليه هنا؟ لان الماوس مش مكان لهضم الدهون ولا مكان لهضم البروتين، هو مكان لهضم الكربوهيدرات اكتر حاجه. وكمان الكربوهيدرات ما بتهضمش كده، ما بتقعدش فتره طويله. بس عادي يعني، بس انت عرفت اللي موجود في الماوس اسمه مين؟ لينجوال لايبيز، مفيش اسئله عليه ولا حد يسمعها. لكن هو بقى بيستخدمها عاملين يا جماعه؟ في الاستومك. اسمه مين بقى؟ جاستريك لايبيز. هام بقى تعرف المعلومتين دول. The most important enzyme for digestion of
ليبيد ان انفانت، ده اللي بيهضم الدهن في الاطفال. وصل كده؟ يبقى الراجل ده important for digestion of lipid. فين يا جماعة؟ في الانفانت. وهنا كانوا بيسألوك ليه؟ ده اللي عايزه. اما الراجل ده not used فين يا جماعة؟ في الأدلت. ببساطة ليه؟ البي اتش في الأدلت من واحد لاثنين، ده بيجي أسيدك فالإنزيم بيبوظ، دي مش بي اتش مناسبة لعمل الإنزيم. أما في الأطفال بتكون من 4.5 لـ5، فدي بي اتش مناسبة للأطفال لسه مولودين. خلاص؟ يبقى بص، هي ليه مش في الأدلت يا جماعة؟ not suitable، مش مناسب مين يا جماعة؟ بي اتش بتكون من واحد لاثنين، يعني الوسط كده ماله؟ حامضي بيبوظ الإنزيم. لكن ده لازم تبقى عارف ان الجاستريك لايبيز ده بيكون موجود في الاطفال. ليه؟ هيسالوك بقى. اول حاجه ان البي اتش مناسبه، خلاص، اللي هي من 4.5 لـ5، دي اول سبب. السبب الثاني يا جماعه ان الاطفال الصغيرين لما بياكلوا دهون بياكلوها في لبن امهم، بتكون دهون ذات شورت اور ميديم تشين فاتي اسيد. احمد دهون مالها؟ صغيره، اللي ما عندهاش ازمه، اللي هو انا لو جبت طفل صغير واكلته زيت هيموت، خلاص. لكن هو ما بيحصلوش حاجه عشان دهون الام مالها صغيره. يبقى لما يجي يسالك هو ليه ده بيستخدم لهضم الدهن في الاطفال السببين، اول حاجه البي اتش مالها مناسبه، الحاجه الثانيه ان بيكون شورت اند ميديوم تشين فاتي اسيد، فدي احماض دهنيه صغيره مش تعمل له ازمه اساسا. واخدها في مين يا جماعه؟ في المذر ميلك، في لبن امه، يعني ما عندوش اي مشكله مع الكلام ده. وصلك؟ بس كان بيجي يسالك بقى في الاختيار يقول لك مين الانزيم المسؤول عن هضم الدهن في الاطفال؟ جاستريك لايبيز. وصلت؟ ده سؤال اختياري. مين الانزيم المسؤول عن هضم الدهون في الاطفال؟ الجاستريك لايبيز. فيها مشكله؟ لا. اديها واحد. تعالى بقى داخلين على اهم انزيم. خلاص؟ اللي هو مين يا جماعه؟ البنكرياتيك لايبيز، ده اللي فيه اسئله كتيره وفي كلام كتير عنه، وهقول لك بقى بيسالوا عنه ازاي في الامتحان. تعالى بقى نشوف تالت واحد. هبص هما كلمتين نص كده، بص عليهم مش هيعملوا اي حاجه. مين بقى الراجل اللي جاي؟ اسمه كده يا جماعه بنكرياتيك لايبيز. بنكرياتيك لايبيز. من اسمه كده طالع منين؟ بنكرياس. بس اشتغل فين؟ في السمول انتستين. وصلك كده؟ يبقى الراجل ده from بنكرياس واكل في السمول انتست، دي اول معلومه. وصل المعلومه دي؟ طب بعجلك كده، بما ان ده طالع من حته وبيشتغل في حته ثانيه، يبقى طالع نشط؟ لا، بيكون طالع في صوره غير نشطه اسمها زايموجين. يبقى الراجل ده سكريتد، يعني بيفرز ان 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 اكتف فور، والصوره دي بيسموها مين يا جماعه؟ زايموجين، اللي هي الصوره غير نشطه. كويس؟ اسمها ايه؟ زايموجين. خلاص؟ او ليها اسم تاني يا جماعه، اسمها برو انزايم، اللي هو ايه يا جماعه؟ انزيم لسه هيحصل له مين؟ تنشيط. وصل المعلومه دي؟ فيها مشكله؟ طلع ازاي؟ يعني هو عرف منين البنكرياس؟ بالفيجاس ستيميليشن. تنبيه عصب يا جماعه، في تنبيه عصب، بص بتاع كده. ده يلا بنكرياس في اكل نازل لك. خلاص طبعا؟ يبقى الراجل ده اتفرز بمين يا جماعه؟ بتنبيه عصب. وتنبيه هرموني. خلاص؟ في هرمون تاني يا جماعه بيفرز من الاثنى عشر اسمه كده. بنكريوزايمين. يعني كان بالبلد كده ان البنكرياس عشان يطلع الهرمون بتاعه وصل له اثنين تنبيه، تنبيه عصب وتنبيه ايه؟ هرمون. اللي تنبيه العصب مش كفايه، عرفني ان في دهن نازل. فاهم؟ انت عملت كده. فقال له في حاجه نازله صح؟ لازم يتاكد ان الحاجه دي مين؟ دهون، فراح طلع له انزيم ثاني يقول لا ده فعلا ده دهن. وصلك كده؟ يبقى انا فهمت البنكرياتيك لايبيز بيطلع بنكرياس شاف السمول انتستين بيطلع في الصوره غير نشطه، بعدين يحصل له تنشيط. الراجل ده اللي بيخليه يطلع تنبيه عصب وتنبيه ايه؟ هرمون. بص بقى موست important enzyme for digestion لهضم الليبيد في مين يا جماعه؟ في البالغين. البالغين السر كله في الراجل ده. وصلت المعلومه دي؟ انت قلت لي ده غير نشط،
مين اللي بينشطه؟ مش محتاج حد ينشطه بقى. طيب اللي بينشطه بي بي كوكن. بي بي كوكن ايه ده بقى؟ بايل. البايل المراره، المراره اللي بتطلع من المراره الصفراويه كده، بتطلع من الكبد خلاص. يبقى اول حاجه اللي بتنشطه مين؟ البايل. ده بيعمل له اكتيفيشن، مش هي بس، لازم كله مع بعض. نمره 2 الفوسفوليبيد، يعني وجود الفوسفوليبيدات بتعمل له اكتيفيشن. نمره 3 كولايبيز. ايه كولايبيز؟ بروتين بيطلع من البنكرياس يمشي مع الانزيم، اول ما نتاكد الدنيا تمام يقول اتنشط يلا. نمره 4 مين يا جماعه؟ الكالسيوم. يبقى في اربع حاجات لهم علاقه بتنشيط الراجل ده، اللي هي البايل والفوسفوليبيد والكولايبيز ومين يا جماعه؟ والكالسيوم. في مشكله الكلام ده؟ في مشكله؟ طيب الراجل ده تعالى بقى نشوف ايه الاكشن بتاعه، او هيعمل ايه على الترايجلسايد. هو احنا شغلنا كله فين دلوقتي؟ على الترايجلسايد اللي موجود فين؟ في الشي اي تي. وصلت المعلومه دي؟ تعالى بقى نتفرج هيعمل ايه. مبدئيا واحده واحده، ادي عندي هنا فاتي اسيد، وادي فاتي اسيد، وادي فاتي اسيد، ودي مين يا جماعه؟ ترايجلسايد. طبعا قبل ما انسى، الراجل ده بيحصل فيه مشكله كبيره لو في حاجه اسمها اوبستراكتيف جاوندس، اللي هي انسداد القنوات المراريه. كده الراجل ده مش هيحصل له مين؟ اكتيفيشن. لان كده مش هيبقى عندي مين يا جماعه؟ بايل. يبقى تبقى عارف ان الراجل ده نوت اكت في حاله اسمها مين كده؟ اوبستراكتيف جاونز، اللي هو انسداد القنوات المراريه. لو القناه المراريه اتقفلت مش هيطلع عندي مين؟ البايل. ده بيكون السبب الاساسي ان البنكرياتيك لايبيز ماله ما يشتغلش. تعال بقى نفهم واحده واحده الشغل بتاع الراجل ده هيعمل ايه عشان تبقى انت فاهم. بص يا جماعه ببساطه خالص، ده مين ده؟ الترايجلسترايد. هيشتغل عليه مين؟ بنكرياتيك لايبيز. بعد ما حصل له ايه؟ اكتيفيشن. بص هيعمل ايه بنكرياتيك لايبيز؟ بيكسر دي ودي، يعني كسر رقم واحد وكام؟ وثلاثه. يعني معنى كده طلع عندي اثنين فاتي اسيد، بنرمز لهم بالرمز ده ار سي او اتش، صح كده؟ ويدينا جلسترول اللي راكب عليه فاتي اسيد، صح الكلام؟ جلسترول راكب عليه فاتي اسيد في رقم كام؟ في رقم 2. فبيسموه كده 2، يعني رقم 2 مونو اسايل جلسترول. يعني جلسترول اللي راكب عليه فاتي اسيد في رقم كام؟ 2. يعني بيدينا حاجه عامله كده، تمام؟ ودي بيسموها مين؟ 2 مونو اسايل جلسترول. اه طيب ممكن افهمك حاجه ببساطه عشان تبقى السبب اللي انا بقول دي مطالبين بحفظها. ايه بقى؟ لو انا واكل ترايجلسترايد بنسبه 100% النسبه كلها، فيروح البنكرياتيك لايبيز يحولهم كلهم لنسبه 100% مين؟ 2 مونو اسايل جلسترول. يا مشكله؟ بيحدث امتصاص ل 72% منهم. يبقى تبقى حافظ كده ان ال 2 مونو اسايل جلسترول لسه في القناه الهضميه، هيمتص منهم كام؟ 72% في هذه الصوره. اصل كان بيجي يسال عنها ايه هي الميجور ابزوربد فورم اوف ليبيد؟ اهي 2 مونو اسايل جلسترول بنمتص منها كام؟ 72. باجي لي كام؟ 28. 28 حلو. يبقى انا باجي عندي من الراجل ده كده كام في الميه؟ 28%. حتى الان كده في مشكله، احنا مظبطين بس النسب. طيب ال 28 دول يا جماعه اللي هم 2 مونو اسايل جلسترول، صح؟ هنشغل عليهم انزيم اسمه ايزوميريز. معايا انت كده واحده واحده؟ الايزوميريز هو واحد واخد الفاتي اسيد من رقم 2 يحطها في رقم 1 اهو بجسمه المركب ده، واحد مونو اسايل جلسترول بنسبه كام دول؟ 28%. حلو الكلام؟ فاهمين كده؟ طب ال 28% دول هنعمل امتصاص ل 6% منهم في الصوره دي. يبقى الصوره دي بنمتص كام في الميه؟ 6% في صوره واحد مونو اسايل جلسترول. باجي لي كام انا كده؟ 22%. باجي من الصوره دي الاقي هنا كام في الميه؟ 22. يروح يشتغل عليهم البنكرياتيك لايبيز يكسرهم خالص لصوره مين يا جماعه؟ جلسترول زائد مين؟ بنسبه كام؟ 22% نسب دي حفظ. يقول لك كده وات از ذا ميجر برودكت اوف اكشن اوف بنكرياتيك لايبيز؟ ايه الميجر برودكت؟ اهو 2 مونوسايل جلسترول. او ايه الميجر فورم ذات ابزوربد اوف ليبت؟ 2 مونو اسايل جلسترول. طب بعد ما خلصنا الاكشن بتاع البنكرياتيك لايبيز اجت النسب كام؟ 72% 2 مونو اسايل جلسترول، 6% 1 مونو اسايل جلسترول،
22% كوليسترول مين؟ وفاتي اسيد. كذا مره تبقى دي الاسئله في الاختيار، وصلت كده؟ يبقى الصوره الاساسيه للدهن الممتص بعد عمل البنكرياتيك لايبيز اهي، صح كده؟ بنمتص منها كام؟ 72. وبعدين بنمتص 6% واحد مونوسايد جلسترول و22% جلسترول مين؟ وفاتي اسيد. عرفت النسب، عرفت ايه الاند برودكت اوف اكشن اوف بنكرياتيك لايبيز، عشان بيجي يسالوك ايه الناتج النهائي لعمل البنكرياتيك لايبيز. هي مشكله يا غالي؟ فهمتها كده؟ ما انت عمال تتكلم في التليفون بقى وفلوس ما فهمتش، عايز ايه؟ بعد 72 تيجي 28. تمام؟ ال 28 نحطها في رقم واحد بجسم واحد مونوسايد جلسترول، نمتص منها كام؟ 6%، باقي كام كده؟ 22 نكسرهم بقى لجلسترول ومين؟ وفاتي اسيد. يبقى انا في الاخر امتصيت 72% مونو 2 مونوسايد جلسترول صح؟ و6% واحد مونوسايد جلسترول و22% جلسترول ومين؟ وفاتي اسيد. بس الصوره اللي انا امتصيتها اكتر اللي هي مين؟ 2 مونوسايد جلسترول، دي اكتر صوره انا امتصيتها من الدهون بتاعتي. فيها مشكله الكلام ده؟ او عشان لما يجي يسالني برضو ايه الميجور اند برودكت، فانت عارف مين الميجور اند برودكت. وصلت المعلومه دي؟ طيب زي الفل. مش بتبان؟ يعني هي دوت ما بيناش؟ مش حته دي؟ طب انا هظبطها. خليك يا غالي افتح لي بس رساله. لا لا انا هظبطها لك. لا بعيدة. هحضر لك. عايز الفرق بين وين؟ واللي هو لا ده جلسترول حر وفاتي اسيد حر. انا ما قلتش اللي تحت ده دول هيتفرجوا اعمل ايه؟ دول هيتفرجوا لجلسترول وفاتي اسيد. اللي من تحت دول هيتفرجوا لجلسترول وفاتي اسيد. تمام يا غالي؟ خلاص تمام. دول هيتفرجوا لجلسترول ومين؟ وفاتي اسيد. هتقولي اه دول يا غالي. طيب فهمناها دي يا جماعه؟ عملناهم ظبطناهم. طب بس عايز اجيب حاجه بس كانت هنا حد لسه شايفها. اختفت. هات لي يا غالي اللي بعديها بعد اذنك. اصل في حاجه هنا شرحها في الحته دي بس هي في المحاضره الثانيه. عشان هقولها بالمره دي عشان ما ازودش فيها. فهمناها كده يا جماعه الاكشن بتاع بنكرياتيك لايبيز؟ في اي مشكله؟ عايز اقول حاجه، في مرض اصلي يا جماعه فمش عايز ازود فيه من دماغي، بس انا كنت شايفه. الصفرة؟ لا مش الصفرة. راح فين المرض؟ لقيت. الحمد لله لقيت. الحمد لله. بص يا جماعه انا المرض انا هقوله ونظبطه على السبوره. ايه بقى المرض؟ يعني هو المرض مكتوب عندك في البي دي اف. كونديشن ويتش فات كونتنت في الاستول ابنورمالي انكريزد، يعني زادت كميه الفات اللي موجوده في الاستول. نورمالي بيبقى فيه 5 جرام بير دي في الاستول طبيعي، زادت عن 5 جرام. والمانيفستيشن بيبقى فلويد اور سيمي فلويد استول. ده المرض ده كده. طب انا ما اعرفش المرض ده جاي منين، فاهمين يعني؟ يعني طلع لك مرض اسمه ستياتوريا. ستياتوريا اللي هو انا ليه بصيت عليها؟ عشان اشوف بس اللي مكتوب. خليها كده. المرض مش مكتوب عنه حاجه صح؟ بس مكتوبه الكلمه. بص يا جماعه مش تبقى فاهم. ستياتوريا الكلمه دي يعني ايه يا جماعه؟ اسهال دهني. واصله؟
اسهال دهني ان زادت كميه الفات كونتنت اللي موجوده في الاسطول الطبيعي 5 جرام بير دي صح، وما تقلش المرض سببه ايه صح، سببه ايه؟ مفيش البنكرياتيك لايبيز. وصلك كده؟ يبقى ابسنس اوف بنكرياتيك لايبيز خلت ترايجلسترايد مالها ما اتهضمتش، خلاص خلاص كده اللي هو الديفيشنسي في البنكرياتيك لايبيز خلت ترايجلسترايد زي ما انت كلت الدهون، زي ما الدهون مش هتهضم مرض المقص فتنزل لك في الاسطول فتعمل لك مرض اسمه مين؟ ستياتوري. يبقى انت بس عرفت الكلمه ان المشكله فين؟ في بنكرياتيك لايبيز. فانت جيت عارف ديفيشنسي اوف بنكرياتيك لايبيز او ديفيشنسي اوف بايل، عشان لسه قايل لك بايل لو مش موجود مش هيعرف يشتغل خلاص. يبقى ديفيشنسي اوف بنكرياتيك لايبيز او ديفيشنسي فين؟ في البايل، هيعمل لك مرض اسمه مين؟ استياتوريه. لو جبت لك يبقى لك نقطه في اختيار استياتوريه مين اللي عمله. وصلك كده؟ استياتوريه زياده الفات كونتنت اللي موجوده في الاستول اكتر من 5 جرام بير دي. انا بس بسيط عشان نشوف بس في تفاصيل ثانيه مكتوبه ولا لا، ادي كانت المعلومه خلاص كده. يبقى انا جيت قلت لك هنا ديفيشنسي تعمل لي مين؟ استياتوري. بس ما هي ديفيشنسي ده، ما هو سواء بقى ديفيشنسي لوجوده او ديفيشنسي لوظيفته، ما اسمها فانكشنال ديفيشنسي لو ما فيش البايل. هاني تقريبا بيخلص الموضوع بيلطيف يا هاني وزي الفل كده خلاص. طيب اللي هو احنا خلاص جربنا نخلص في القناه الهضميه عشان نخش في الدم مع بعض، يعني الناس من السنه للسنه بيجوا يخشوا معايا قدام من هنا، الدنيا طابور بره هنا وناس كتيره جايه من بره. فانا انتظرتك النهارده عشان تخش معايا. الواحد بيقول يلا احنا اتاخرنا، قلت له ما تقلقش والله استعجل دايما انت عايز اخش. بص الانزيم اللي جاي اتكلم عنه اسمه كوليسترول استريز. تعالى برضه اجيب لك نقطه الاختيار بتيجي ازاي. الانزيم اسمه مين يا جماعه؟ كوليسترول استريز. بص هعمل لك حاجه صغيره، الكوليسترول شكله كده مش مطالبين بالستراكشر، بس عايز اعمل حاجه بس كده، وهنا بيبقى راكب فاتي اسيد، ده بيسموه كوليسترول اسبر. لو الكوليسترول راكب عليه مين يا جماعه؟ فاتي اسيد. فالانزيم اللي بيشتغل عليه اسمه مين؟ كوليسترول استريز. لازم تبقى عارف بقى المعلومات دي. اول معلومه عايزك تعرف ان الكوليسترول استريز بيفرز من البنكرياس وبيشتغل فيه الانتست، بس بيفرز نشط. يبقى الراجل ده فروم مين يا جماعه؟ بنكرياس. اكت فين يا جماعه؟ في الانتست. بيشتغل في بي اتش 8، يعني هو ده المتطلب بتاعه. طب ما في الانتست بي اتش كده اساسا خلاص، اكت في بي اتش كام؟ 8. بيعمل ايه ده يا جماعه؟ بريك، يعني بيكسر الاستر بوند ما بين الكوليسترول ومين؟ والفاتي اسيد. حلوه دي؟ طيب يعني وقت كسر دي هيديك كوليسترول ومين؟ فاتي اسيد. المعلومه دي الكوليسترول ايه؟ اصله ايه اصلا؟ ايه؟ الكوليسترول اصله ايه؟ اصله ايه؟ هو ده كله الكوليسترول اصلا؟ اهو اصله ايه المفروض؟ اصله بيتصنع في الجسم من اسيتايل كو اي. يعني الكوليسترول ده لما انت تاكل سكر كتير تحول السكر لجلوكوز، والجلوكوز تعمل له خطوه ثانيه كريبس يلا استنكو، بس انت مش عايز طاقه فالاستنكو تصنع منه مين؟ كوليسترول. بيجي من الدهون، بس الدهون اللي احنا بناكلها من بره خلاص ممكن تكون مش هي السبب الاساسي لتصلب الشرايين، لان الناس من زمان كانت بتاكل دهون. وبيعمل برضه على الكبد. بيتراكم على الكبد، بس انا عايز اقول لك المقصد هم بيجوا ابحاث دلوقتي ان مفيش علاقه واضحه ما بين ان انا اكل دهن من بره وبين ان يحصل لي تصلب شرايين، لان الجسم بياخد كفايته منه ما بيدخلش الباقي اساسا خلاص. لكن في الغالب حالات التصلب الشرايين بيكون بسبب انا صنعته جوايا خلاص، ان هو بيصنع طبيعي في الجسم مش بيدخل في كل السيل ممبرين اساسا. طيب ايه بقى المعلومه اللي انا عايز اقولها؟ قال لك بص كوليسترول اتسلف نيد نو دايجيشن، ما بيتهضمش، هو كده هيدخل زي ما هو، فاهم؟ يعني اللي بيعمله الانزيم ده بس بيكسر مين؟ الرابطه بين الكوليسترول ومين؟ الفاتي اسيد. لكن كوليسترول اتسلف مش بيتهضم، بيمتص زي ما هو خلاص. وصلك كده؟ يبقى اللي عايزك بريك بص استر بوند ما بين الكوليسترول مين وفاتي اسيد، وتعرف ان ده ماله نيد نو دايجيشن، ده مش بيهضم يا جماعه، ده خلاص هيمتص زي ما هو. واصله؟ خلص. في مشكله الانزيم ده؟ داخلين بقى على اخر انزيم اللي اسمه بنكرياتي فوسفولايبيز. ما انا كده خلصت الكوليسترول، جاي اخر واحد اسمه فوسفولايبيز، ويبقى خلص الانزيمات بتاعه القناه الهضميه. ندخل بعد كده على التصوير.
هنشوفها. بص بقى، انا قلت لك ده منظر الفوسفوليبيد عامله ازاي. الفوسفوليبيد ده نوع من انواع الدهون احنا بناكلها برضو من الحيوانات. عندي هنا فاتي اسيد، فاتي اسيد، فوسفات، وفي حاجه كمان بيسموها كده قاعده نيتروجينيه. وصلك؟ ده اسمه ايه ده؟ فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد في انزيم بيشتغل عليه اسمه كده يا جماعه، فوسفولايبيز. يبقى الانزيم اللي بيشتغل على الفوسفوليبيد اسمه فوسفولايبيز. طالع منين؟ من البنكرياس. يبقى في ثلاثه طالعين من البنكرياس كده، طالع البنكرياتيك لايبيز والكوليسترول ستريس والفوسفولايبيز. يبقى الفوسفولايبيز ده فروم بنكرياس. دي اول معلومه. طيب المعلومه الثانيه، ان الراجل ده يا جماعه بيكون ان اكتف زيه زي مين كده؟ البنكرياتيك لايبيز. اما الكوليسترول ستريس كمان كان اكتف. طيب بما انه اكتف فعايز يتاكتف، مين بيكتفه؟ حاجتين، بايل وكالسيوم. هناك كان بيجي كوكا بايل وفوسفوليبيد وكولايبيز وكالسيوم، من حاجتين بس بيكتفوا. في مشكله؟ خد المعلومه الاخيره، الفوسفولايبيز يا جماعه في منه اربع انواع، اي واحد واي اتنين وسي ودي، على حسب المكان اللي هيشتغلوا فيه. قال لك بص، اي واحد يكسر هنا، اتنين يكسر هنا، سي يكسر هنا، دي يكسر هنا. خلاص وصلت كده؟ طيب راح سالني سؤال تاني بقى، ايه الاند برودكت اوف اكشن اوف فوسفولايبيز؟ الاختيار يدينا جليسرول، اتنين فاتي اسيد، فوسفات، وقاعده نيتروجين. ده السؤال اللي في الاختيار. يبقى بص جاوب في الاختيار كام نوع؟ ثلاثة. خد المعلومه الثانيه برضه، دول ممكن يغيب منهم اي واحد، اللي هو ايه واحد او ايه اتنين. في واحد بيسموه فوسفولايبيز بيقوم بدورهم. يعني بص، ايه واحد عرفنا فين وايه اتنين فين وسي ودي، صح؟ قال لك احيانا ممكن يغيب ايه واحد، يجي واحد بدل اسمه مين؟ بي. او يغيب ايه اتنين، يجي مكان واحد اسمه ايه؟ بي. لكن لو جابوا الاثنين ما ينفعش بي يشتغل. يعني بي يشتغل بدور مكان واحد بس، ايه واحد يعني ايه اتنين. يبقى انا عندي ايه واحد وايه اتنين وسي ودي، او لو غاب اي واحد من دول يقوم بدور واحد اسمه مين؟ بي. يبقى هما كام نوع؟ اربعه، والنوع الخامس ده يبدل بدل ايه واحد او ايه اتنين. السؤال اللي بعد كده كان بيقول لي ايه الاند برودكت؟ بص، فاتي اسيد كم واحد؟ اثنين. نمره اثنين جليسرول، فوسفات، ونيتروجينوس بيز. خلص كده، وصلنا. خلصنا كده يا جماعه من الانزيمات اللي ليها علاقه بالدايجيشن في الجي اي تي. داخلين بقى على عمليه الامتصاص قبل ما تصوري بقى. قال لك انت لاحظ ان المحصله النهائيه لكل الاكل اللي انا اكلته بيجي عند مين؟ تعال شوف كده الجي اي تي بيجي فيها ايه؟ فاتي اسيد حر، صح؟ وجليسرول، صح؟ ومين تاني؟ وفوسفات وكوليسترول، صح؟ ومين تاني؟ واثنين مونو اسيد جليسرول. فاكر الراجل اللي كان بيطلع واحده؟ قال هو ده، صح؟ وكان اسمه اثنين مونو اسيد جليسرول. وصلك المعلومه؟ الجماعه دي يا جماعه هم في واحد مونو اسيد جليسرول بس كانت نسبته مالها قليل، يعني لا تذكر. الجماعه دول احنا دلوقتي موجودين جوه القناه الهضميه، صح؟ هنعدي بس الممبرين بتاع القناه الهضميه، وصلت؟ وجواها نتكون تاني. عارف نعمل ايه جواها؟ نعمل فوسفوليبيد وترايجلسترايد وكوليسترول استر، هنعملهم كلهم تاني جوه ايه؟ جوه القناه. بص قول لي تاني، دول احنا هنا موجودين فين؟ بص دي القناه، صح؟ احنا هنا دلوقتي، هم دول موجودين جوه مين؟ جوه اليومن، جوه التجويد بتاع القناه، وصلت؟ اتكسروا بقت دي اشكالهم، صح؟ الاشكال دي هي اللي بيحصل لها ابزوربشن. يعني انا لما بعمل امتصاص للدهون انا مش بمتص الترايجلسترايد، انا بمتص فاتي اسيد جليسترول، فاهم؟ بعد ما يحصل لهم ابزوربشن احنا كده كاننا جوه الجدار، فاهمين يا جماعه؟ جوه الجدار يحصل لهم ايه؟ يرجعوا تاني للترايجلسترايد، كوليسترول استر، فوسفوليبيد. يعني هو كنا عملنا ايه؟ كسرنا القلم، عدناه، ركبناه تاني جوه الجدار. لان انا لما اجي احركهم في الدم مش بحركهم كده، بحركهم في صوره الترايجلسترايد والفوسفوليبيد والكوليسترول الاسترايد. يعني كل التكسير ده عشان اقدر ادخلهم، اعديهم من السيل ممبرين بس بتاع الخليه وجواهم تاني، هلمهم ايه؟ تاني. ايه بقى السؤال اللي كان بيجي في الامتحان؟ يقول لك كده الليبيد ابزوربد ان ذا فورم اوف مايسيل. بيعملوا حاجه كده اسمها مايسيل، اللي هو ايه المايسيل؟ دهون حواليها الميه، خلاص كده؟ فكانوا بيجيبوها. يبقى الليبيد ابزوربد ان ذا فورم اوف ايه يا جماعه؟ مايسيل.
اهي يبقى امتصاص الدهون في صورة مين؟ مايسن. هو يل ترانسبورتد in the form of lipoprotein. كان بيلخبطوا الناس. الدهون تمتص في صورة المايسن اللي هو مستحلب دهني، لكن تنقل في صورة lipoprotein اللي هو ليبيد جوه محاوط البروتين اللي هو الكالي مايكرو من الفي ال دي ال، فاكرين قلت لكم في البلازما دول اللي هو بيكسروا الانزيم اسمه لايبوبروتين لايبيز. يبقى لازم تبقى عارف السؤالين دول. انا خلصت كده من الفوسفور اللي هقول السؤالين. السؤال الاول بيقول كده ليبيد ابزورب ان فورم اوف مايسن، بيجي في اختيار هو الليبيد ترانسبورت ان فورم اوف لايبوبروتين. يبقى الليبيد اهي ليبيد ترانسبورتد بتنقل في صوره مين؟ لا لايبوبروتين اللي احنا ناخدهم حالا للحاجه اسمها كاريو مايكرو في ال دي ال واتش دي ال وال دي ال، دي بينقلوا في الصور دي. اما ابزوربت مايس واصله في مشكله كده ده ليه؟ دي واحده عشان مش ممكن يعني من فين لفين. انا حالا نفرجها هنخش لا نخش انت تبقى في الدم. ايوه يعني كده نجيب الثلاث انواع اللي هو المفروض اخدهم الاكل وكل واحد بيتكسر بطريقه معينه بينزيمات معينه ونعدي السيل ممبرين ونركبهم تاني عشان ننقلهم في الدم. ما الاربعه بيشتغلوا مع بعض من هما A1 و A2 كلهم عشان يكسروا الجلوسترول يعني بص عشان اعمل ده تمام فكلهم شغالين وصل لي بس هما كلهم فلاتر اسمهم مين فوسفولايبيزس اللي هما اربع انواع وصل لي كده فهمت موضوع الاسئله فين. خلصنا بقى كده من القناه الهضميه وعدناهم من السيل ممبرين ودخلنا جوه الخليه وعايزين نمشي فين في الدم ده اللي جاي بقى هنوقف ده عشان نروح نمشي في الدم مع بعض.